السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيبر بتاعتنا بتتكلم عن تحسين المايكرويف هيتنج سيستم عن طريق استخدام الميتا ماتيريال، وهنشوف سيت اب جديد للسيستم ده بيحسن الافيشنسي بتاعة السيستم. البيبر بتاعتنا اللي كاتبها اكتر من عالم صيني، اتنشرت في سكول اوف فيزيكال الكترونيكس ويونيفرسيتي اوف الكترونيك ساينس اند تكنولوجي اوف تشاينا، اتنشرت بتاريخ 5 سبتمبر 2017. الريفرنسز اللي قايمة عليها البيبر دي حوالي 25 ريفرنس، المذكور قدامنا هما 3 على سبيل المثال وليس الحصر. مبدئيا المايكرويف انرجي ليها ابليكيشنز كتيرة جدا، منها السنترينج والماتيريال سينسايزز والانفيرومنتال انجينيرينج والدايسينج والروت سيرفيس دريسينج وغيرها كمان من الابليكيشنز اللي ما تقدرش تغطيها بيبر او اتنين. في البدايه المايكرويف هيتنج كانت بتستخدم الداي الكتريك كماده لتجميع المايكرويف انرجي في السيستم بتاعها، ولكن لو ان الفابريكيت بتاع الداي الكتريك غالي علشان تقدر تعمل هاي برميتيفيتي وتحدد خواص معينه تقدر تستخدمها في الابليكيشن بتاعك اللي هو المايكرويف هيتنج. فمن فترة قريبة او يعني عدد سنين قليلة بدأوا يستخدموا الميتا ماتيريال لان ليها خواص غير موجودة في المواد الطبيعية من داي الكتريك او غيرها من المواد، وده لان الميتا ماتيريال مش مكونة من مادة طبيعية واحدة، بدل من المادة الطبيعية مكونة من ذرات وجزيئات وغيره، الميتا ماتيريال هي مكونة من أكتر من مادة محطوطة في ستراكشر معين بترتيب ذري معين، الترتيب ده بيفضل يتكرر وفي النهاية بتكون مادة جديدة ليها خواص جديدة تقدر انت تحددها من خلال الستراكشر اللي انت مصممه واللي تقدر من خلاله توصل للخواص اللي انت محتاجها بالظبط. من الخواص دي بقى النيجاتيف ريفليكشن اندكس والسترونج اوبتيكال اكتيفيتيز والالكتروماجنتيك ريزونانس والبولاريزيشن وغيرها من الخواص اللي غالبا بتظهر على حسب الابلكيشن اللي انت هتستخدم فيه الميتا ماتيريال. الميتا ماتيريال قدر يطبق عليها مبدا تجميع المايكرويف انرجي بدل عن الداي الكتريك، وفي نفس الوقت السيت اب اللي اتعمل اللي مبني على تو دبل تو لاير ميتا ماتيريال، لقوا ان الميتا ماتيريال دي قدرت تحسن الافيشنسي بتاعه المايكرويف هيتنج سيستم. اللي قدامنا دلوقتي هي السكيما اوف مايكرويف هيتنج سيت اب، هو ده السكيما او الرسم بتاع السيستم المعمول في البيبر. زي ما احنا شايفين هو مكون من 6 اجزاء. اول جزء هو عباره عن 2.46 جيجا هرتز ماجنترون، وده يعتبر الجنريتور بتاع السيستم اللي هو بيجنريت المايكروويفز. تاني جزء معانا هو السلندر انتنا. تالت جزء هو الميتا ماتيريال سلاب اللي هي متعدلة اساسا على السيستم علشان تقدر تعمل فوكسنج للمايكروويف انرجي. رابع حاجة هي الجلاس تري، ودي المفترض ان هي اللي بتحتوي على التارجت اللي انت محتاج تسخنه. هناخده كمثال هنا في الاكسبيرمنت هي هتكون الووتر. خامس حاجة هي البراكت. سادس حاجة سيمنت جراوند عشان خاطر يتثبت عليها السيستم. ملاحظة صغيرة، ايه هي الاتش نوت والاتش اللي في الرسمة قدامنا دول؟ الاتش نوت بتمثل المسافة بين الانتنة والسلاب، الميتا ماتيريال سلاب والانتنة، بتكون ثابتة ب 60 مليمتر. اما المسافة التانية اللي هي الاتش دي بتكون ادجستبل، تقدر تعمل لها ست بالقيمة اللي انت محتاجها، ودي بتكون المسافة بين الجلاس تري والميتا ماتيريال سلاب. الهدف الاساسي من التجربة هو اثبات ان الميتا ماتيريال سلاب فعلا حسنت الافيشنسي بتاعة المايكرويف هيتنج سيستم، والمستخدم في التجربة دي تكنيك عبارة عن ان احنا بنثبت 3 سيت ابس من السيستم ده بس متثبتين على حاجة اسمها ميتاليك مش. وظيفة الميتاليك مش ده هو منع المايكرويف راديشن. النتائج بقى اللي حصلت على السيستم ده ظهرت في اول رسمة قدامنا اللي هي العلاقة بين الاتش والدلتا تي.
الدلتا تي التغير في درجة الحرارة، والاتش زي ما قلنا من شوية ان هي المسافة بين الميتا ماتيريال سلاب والجلاس تري. لقينا ان البرفورمانس بتاع الكيرف في اول فترة مختلف عن تاني فترة عن تالت فترة، فقدرنا نقسمهم لثلاث فترات، اليلو والبلو والجراي. لو عملنا زوم على الجزء اليلو اللي في الاول على الشمال، هنلاقي ان الرسمة بيه ظهرت قدامنا. لو ركزنا على الرسمة دي هنلاقي ان الكيرف الاحمر اللي هو بيمثل الميتا ماتيريال اعلى من الكيرف بتاع الداي الكتريك اللي هو الازرق، والكيرف بتاع الاير اللي هو الاسود. فمن خلال ده قدروا يحددوا ان عن طريق الميتا ماتيريال قدرت تعلي من البرفورمانس والافشنسي بتاعتك، وقدروا يسخنوا المياه دي بنسبه اعلى، بنسبه 28% منها لو انت مستخدم الداي الكتريك. بس ده في الفتره بس اللي الاتش اقل من 7 ملم زي ما احنا شايفين في الفتره الصفراء، لان بعد ال 7 ملم لقوا ان البرفورمانس بتاعها ثابت مقارنه بغيرها من الداي الكتريك والاير، لقوا ان البرفورمانس بتاع الباقي كلهم زي بعض تقريبا. كمقارنة بين البريود الأولانية اللي هي لحد السبعة ملم وبقيتها من البرفورمانس بتاع الكيرف بتاعنا، لقينا إن في أول فترة كان ده صورة المادة أو التارجت اللي اتسخن بالإنفراريد ثيرمال إنفراريد إيمج لكل مرة. مرة لما الاتش كانت أقل من 7 ملم اللي هي كانت الاتش بستة ونص ملم، أما لما الاتش بتاعتنا كانت بقيمة كبيرة شوية اللي هي فرنج من 12 ل 22، هنا كمثال 17 ملم، لو ان الرسمة تظهر بالشكل اللي في الرسمة رقم B. والرسمتين دول نقدر نقول منهم ان البرفورمانس بتاع درجة الحرارة تأثيرها على الجسم بتاعك في حالة ان الاتش قليلة بيكون اعلى بكتير، درجة الحرارة بتتغير على الجسم كله تقريبا، لاحظنا ان الجسم كله درجة حرارته اتغيرت، في منها زاد للوصل ل 320 اللي هو بيمثله اللون الاحمر. اما في البي لقينا ان درجة الحرارة تقريبا لسه قليلة جدا مقارنة بغيرها اللي هي تقريبا ما بتستخدمش في الفترة التانية اللي هي فيها الاتش بقيم كبيرة. على الاساس ده يبقى احنا بنقدر نعمل للاتش ادجست بحيث ان احنا نحقق احسن بيرفورمانس ونعلي كمان من الافشنسي بتاع السيستم بتاعنا. الصور اللي اتقال البيبر عبارة عن بروبوز نيو سيت اب بيزد اون ميتا ماتيريال، هو خلى في سيت اب جديد معتمد على الميتا ماتيريال فعليا حسن المايكرويف هيتنج افشنسي، وده اللي ظهر معاه في التجربه وفي السيميوليشن، وده معتمد على الدبل لاير زي ما قلنا في اول السلايد اللي قدرت تعلي من المايكرويف انرجي وتحسن من الافشنسي بتاعه السيستم بتاعنا. تاني حاجه ان الاتش اللي انت حضرتك بتعمل لها ادجاست، ان الاتش اللي بتعمل لها ادجاست دي هي اللي بتحدد البرفورمانس بتاعك. لو انت عملت لها ادجاست بطريقه غلط او برقم غلط مش هتحقق البرفورمانس اللي مطلوب، وفي نفس الوقت عن طريق تغييرها بتقدر تحقق برفورمانس احسن لكل ماده. اسم التيم ذا ويف، دول التيم ممبرز. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك، ولو حابين تعرفوا اكتر عن المايكرويف ابلكيشنز والبيبر اللي بتتنشر في الموضوع يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه، وشكرا.